تقدم الاهلي على الترجي 1-0 بهدف لبيرسي تاو في شوط اول جيد للنادي الاهلي. كابتن علاء، تقدم مستحق للنادي الاهلي ده اكيد طبعا. 1-0 والتقدم بدري جدا، لكن هختلف بس معاك شويه. هو الشوط متواضع فنيا زي ما توقعنا. برضو الترجي مش هو فريق الترجي بالظبط، يعني هو مش فريق مخيف. حتى الهدف جه يعني بطريقه يعني شبه كوميديه شويه، لكن الاهلي بيأدي شوط كشكل كويس. أيوة. معتمد على نص الملعب كويس جدا. صح. لما بننقل الكوره بسرعه ايمن بسهوله جدا بتوصل للجول. مظبوط. يعني في لا في في هجمه اتعملت بالظبط ثلاث لمسات انت وصلت. هو ده اللي لازم لعيبه النادي الاهلي تبدا بيه الشوط الثاني. كوره سهله، دفاع الترجي بيتضرب سهل جدا، الهجمات المرتده كلهم دلوقتي بندافع ان الهدف جه بدري جدا، فانت صعبت عليه الماموريه جدا. صح. فبدا اندفاع هجومي. فرصة عمرك أيمن إن شاء الله، اللي بتمنى يقوله كولر، إنك تنهي النهاردة المباراة. عندك فرصة وكبيرة جدا إن شاء الله تركز النهاردة في هدف تاني ومش وليه مش تالت. عندك الفرصة وعندك إمكانيات ومساحات، لكن لازم نبقى شوية بس هدوء والكرة طالعة من رجلينا. هي مثلا ما يهجمش عليك غير لما بتقطع الكرة منك أنت بالزبط. فأنت متحكم زي ما بقول لك في زمام الأمور، ودي نقطة يعني تحسب الكولر. أنت على طول مباغت بكل حاجة، بس أتمنى تبقى في شويه هدوء في الفرص وتحاول تدور على الهدف الثاني وان شاء الله هيجي سهل. صحيح. كابتن عادل، 1-0 نتيجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، واحنا كنا بنقول ان النادي الاهلي حتى لو تلعب 1-0 بعد هدف بيرسي تاو ده يعتبر مكسب الشوط الاولاني، بس الترجي ما يخشش في اجواء المباراه ويجيب فينا جول. النادي الاهلي لعب تكتيكيا على اعلى مستوى. احنا بنلعب الترجي، بنلعب في تونس فرقه كبيره مهما حصل، لكن انت بتتكلم على تقفيل كويس جيد. كولر لعب بثلاثه في نص الملعب، حتى الهدف اللي احنا جبناه هدف ملعوب كويس، فيها تفويته من الباص من كهربا لتفويته لحمدي فتحي او العكس، وراحت لبيرسي تاو في المطر شاط. انت عملت اداء كويس، اداء متميز. كون انك انت الترجي مش خطر الا في الكور الثابته اللي احنا قلنا عليها، ودي علشان امكانياتهم الجسمانيه فقط لا غير، ولكن انت واقف كويس، متحرك كويس، عندك ثلاثه في وسط الملعب بيتحركوا على اعلى مستوى. الهدف اللي كان عامله كولر ان هو يعمل اللي هو الصداده بتاعت نص الملعب علشان ما فيش كوره تبقى خطر على النادي الاهلي، ولكن انت بتلعب فريق كبير برضه على ملعبه، فيجب ان هو هيهاجمك وكل حاجه، ولكن انت اديت الشوط الاولاني جيد جدا. اتمنى الشوط الثاني ان انت تستغل. على فكره انت كنت الاخطر كمان، فرصه محمود كهربا الانفراد كان زمانك طالع 2-0 يعني، وفي كره ثانيه محمود كهربا برضو راح متاخر شويه، لو كان استاد شويه كان حطها بشماله. يعني انت افضل، انت احسن، انت شغال بقوه. اتمنى ان الشوط الثاني يحصل كده، انك انت تحافظ على الهدف، ولو تقدر بهجمه مرتده تجيب هدف ثاني ان شاء الله يكون نتيجه جيده. ولكن نتذكر ان بتلعب فرقه قويه الترجي، ممكن ترجع الماتش، ممكن ترجع المباراه في اي وقت. عندهم اكتر من لعيب مميز ممكن يرجعوا، وادينا شفنا الكره اللي اتعملت بالدماغ فوق العرض. فاتمنى ان احنا نحافظ وبالعكس نزود ان شاء الله. كابتن بلال، النادي الاهلي كسبان ماتش حتى الان، ضغوط هتبقى على الترجي الشوط الثاني، ازاي مستر كولر يستغل الضغوط دي في صالح النادي الاهلي؟ طبعا نتيجه جيده جدا يا كابتن ايمن، يعني بغض النظر عن الفنيات، مش هنتكلم عن الفنيات، احنا هنتكلم عن الهدف اللي انت سجلته، وانت ثلاثه باللي انت عايزه، وان ازاي كمان ما تستقبلش هدف مهم جدا جدا في بدايه الشوط الثاني، ما تستقبلش هدف. المباراه لسه في الملعب، انت مأدي مباراه تكتيكيه جيده بالزبط. مسجل هدف، كان ممكن تقدر تسجل هدف الثاني تمام، يعني عندك فرصه كانت خطيره برضه. حسين الشحات راح بواحده من ناحيه شمال، يعني لو فيها بس انهاء جيد للهجمه كانت ممكن برضه تعمل خطوره كبيره جدا جدا. انت اللي انت عايزه من المباراه انت اخذته او واخده الى الان لحد دلوقتي، يعني انت النهارده مسجل هدف، هجماتك المرتده كلها خطره جدا جدا، لو في بس اعتنى شويه يعني باللمسه الاخيره ممكن توصل اكتر من كده بكتير، فبالتالي ممكن تتاح ليك فرص اكتر من كده بكتير. الشوط الثاني اتمنى ان احنا نقفل بشكل كويس، اتمنى ما يجيش فينا جول في الدقائق الاولى، ان ده برضه هيمس، هيبقى بالنسبه لك هيخلي المباراه تروح في حته ثانيه. طول ما انت متقدم 1-0، طول ما هو ما عندوش فرص خطره تمام، طول ما هو مش قادر ان هو يوصل بشكل جيد وبشكل مستمر وبشكل قوي، طول ما انت مسيطر على المباراه. هو الشوط الثاني هيبتدي يفتح اكتر من كده ملعبه، فبالتالي ممكن يبقى عندك فرصه اكتر من كده لمستر كولر انه يبتدي كمان يركز قوي
في حته الهجمه المرتده السريعه. انا بالنسبه لي دلوقتي الهدف ايه؟ الهدف ان انا اقفل بشكل كويس واشتغل على التحول بالنسبه لي عشان ابتدي استغل المساحات اللي موجوده في عند الطرفين بتوع فرقه الترجي. عندهم مساحات رهيبه جدا جدا جدا، لو حسين الشحات بس شويه تركيز مع بيرسي تاو مع كهربا نقدر نروح نسجل هدف تاني بسهوله جدا جدا يا كابتن ايمن. كابتن اسامه، المساحات اتفتحت بدري جدا في الترجي خصوصا بعد جول بيرسي تاو. الشوط الثاني زي ما قالوا الكباتن المساحات هتفتح اكتر. الترجي مش ما عندوش حاجه يبكي عليها، خلاص هو لازم يهاجم عشان يخش في اجواء المباراه. الشوط الثاني هيتعامل معاه ازاي مستر كولر؟ اولا الشوط الاول شوط جيد للنادي الاهلي، توقيت الهدف كمان في الدقيقه 8 توقيت نموذجي، اداك ثقه، قلل معنويات الترجي، يعني اداك الافضليه في الشوط الاولاني. لكن بعد الهدف اللي انت حرزته في الدقيقه 8 في الدقيقه 10 جت كرة خطرة، هي دي اللي كانت الكرة الأخطر للترجي في الشوط الأول، كانت كرة ثابتة ركنية تعاملت على القائم الأول اتزحلقت لورا، كان في واحد من لاعبي الترجي ما كانش ممسوك، علشان كده لعيبة النادي الأهلي لازم تخلي بالها في الكرات الثابتة، هي دي خطورة الترجي. وبرده كان كرة تانية عرضية اتعاملت بالدماغ جت في العرض، دي خطورة الترجي كلها في الكرات العرضية. الشوط الثاني هيظهر فيه مساحات أكتر مع في دفاعات فريق الترجي. العنصر الثاني برضو الترجي مع مرور الوقت هتلاقي العنصر البدني عنده قل، مش في افضل حالاته، الجمهور مش موجود، مش هيديله الدفعه، فلازم نستغل انهاء الهجمه في الشوط الثاني. اللي محتاجينه اسرع شويه في انهاء الهجمه حسين الشحات، محمود كهربا. محمود كهربا النهارده افضل من مباراه الرجاء، بيتحرك، بيعرف يمسك الكره تحت رجله، راح بكره انفراد، لكن محتاجين الهدوء، اللمسه الاخيره لازم يكون فيها هدوء خاصه مع المطر. يعني حارس مرمى الترجي الدبشي اللي كان بيلعب معز بن شرفيه النهارده، الهدف اللي جه فيه برضو قله خبرات، مش هو الحارس الاساسي. فممكن ان شاء الله النادي الاهلي بتركيز اكتر في المساحات اللي هتظهر، خاصه اول ما بتقطع الكره على خط 18 للنادي الاهلي، اول ما اي لعيب بيستلم الكره بتلاقي مساحات كبيره، سواء حسين الشحات شمال او بيرسي، واول ما بيروح بتلاقي نفسك 3 على 3 4 على 4، يعني بتلاقي في افضليه للنادي الاهلي. لكن محتاجين تركيز، محتاجين التحرك السريع، انهاء افضل في انهاء الهجمه. لكن الشوط الاول شوط جيد، لكن لسه الشوط الثاني ما زالت لسه المباراه في الملعب برضه. صحيح، ما زالت المباراه في الملعب. كابتن علاء، هنشوف ممكن تغيير من بدايه الشوط الثاني لمستر كولر ولا هيلعب بنفس الاسلوب وهيلعب بنفس التشكيل؟ كولر مش من نوعيه المدربين بيغيروا، خصوصا انت متقدم 1-0 والاداء لحد ما هو مرضي بالنسبه له، فهيخلي هيلعب على نفس التشكيل بنفس الشكل اللي موجود في الملعب بنفس الشكل التكتيك اللعيبه، لكن ما اعتقدش هغير وقت خالص يا ايمن، ولا في الخط اللي قدامي ولا حاجه خالص. يعني مش من عادته هو على فكره، صعبه شويه، لان كان 1-0 نتيجه بالنسبه لك كمدير فني مريحه، فتخليك تبدا بنفس التشكيل، ممكن بعد كده التغييرات كلها تدعيم، لكن ما فيش حد مش بيأدي. لكن انا واضح ان كله بيحاول بيأدي باقصى حاجه، فما فيش حد عامل لك مشاكل في الشكل العام كله. لكن ممكن يبقى كلها حاجات تنشيطيه، هتلعب حد يعمل لك الفرق، لان كل ما الوقت بيعدي كل ما الترجي هيسيب لك المساحات اللي عايز يتعادل بيها. الفرق يبقى انت بتتكلم على الشق الهجومي. بالظبط، لكن هو لو انت بص يا عم، طبيعي كولر لو هيغير في الشق عايز حد هجوميا، لان انت المساحات مع الوقت هتظهر لان الترجي هيدور على هدف تعادل من بدري. يعني حاجه بس يا كابتن علاء ممكن يبقى الان منها، حمدي فتحي عنده انذار، فهي دي بس اللي لازم ياخد باله. لا يعني هو يبص يا اسامه يبقى بس مش حاجه فنيه، يعني حاجه فنيه كده ان حمدي خد بالك، لان الحكم على فكره حكم، انا عاجبني الحكم مش معروف لكن بيحسب كل حاجه، ودي على فكره النهارده ميزه ان الحكم بيحسب كل حاجه صغيره كبيره يحسبها، ودي ميزه في التحكيم النهارده وهادي كمان جدا. هو كمان يا ايام بص، عدم وجود الجماهير مهديها الحكم، وانت الماتش هيدي قوي كمان وسهل بعد هدف كمان للاهلي، فالموضوع بقت بالنسبه له بقت سهله شويه. كابتن عادل، الشوط الثاني صراع ما بين نبيل معلول وكولر. انا افتكر ان لو النادي الاهلي عاوز يغير في الوقت الحالي اهو، بعد شويه كولر بيغير بعد فتره، هتقول كهربا مش لازم يلعب بفرويد، يبقى كهربا يدخل بيرسي تاو راس حربه وينزل عبد القادر يلعب ناحيه الشمال، وحسين يروح ناحيه اليمين، الشحات يروح ناحيه اليمين، هتبقى فيها سرعات اعلى. بعد فتره ممكن تشيل الشحات ويرجع بيرسي تاو تاني ويلعب محمد شريف، ولكن بلاش تبدا باتنين مره واحده، انت تستنى شويه. حد اما بتكلم ليه على كهربا، لان النمط الجسماني بتاع كهربا وسرعاته زي سرعات السرد باكات. انا كنت اتمنى ان يكون فيه سرعات، لو حطيت بيرسي تاو
ممكن يخترق بسرعته. فعشان كده بقول لك التغيير ده احنا محتاجينه قوي. حمدي فتحي كلام اسامه مظبوط تماما، اللي هو حته الانذارين يعني حمدي من اللعيبه، حمدي من اللعيبه الديفندرات اللي هو بيقطع فتلاقي في تدخل كتير مع اللاعبين. فاتمنى ان يحط في دماغه حته حمدي، ممكن حمدي يحصل في تغيير، ينزل عمرو السوليه منه يجهز كمان ومنه يؤدي ربع ساعه نص ساعه. سريعا كابتن بلال، السيناريو الشوط الثاني. السيناريو الشوط الثاني لازم تدور على هدف يا كابتن ايمن مع يعني اغلاق المساحات اللي موجود. هم بيحاولوا يلعبوا كرات طويله، وبيحاولوا هم كمان زياده جدا، عندهم زياده عاليه جدا في الحته اللي قدام، يعني في خمسه سته قدام كره، يعني دبل باس مع كره طويله تضرب كل الفرقه بتاعه الترجي، يعني ممكن توصل الجون بسهوله جدا جدا جدا. تدور على الهدف الثاني اعتقد يبقى انت كده قتلت المباراه بشكل كبير. تقتل الماتش الشوط الثاني يا كابتن اسامه. اتمنى ان شاء الله يكون في هدف ثاني باذن الله، وفي الاصل ما تاخدش فيك هدف برضه ان شاء الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتعزيز الفوز. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.